أو أنا أطلب توجيه سؤالي إلى أبو مازن وأريد أواجه أبو مازن. جماعة أبو مازن أخذوها دكتور نجم. أنت عدش ما يثبت يا سيدة نزيهة، عدش ما يثبت أنه جماعة أبو مازن أخذوها، اللي هي نزيهة إبراهيم من أهالي تكريت أم أيتام، تقول قدمت على بلدية تكريت لاستلام قطعة أرض وارشدوني إلى دائرة الإسكان والتعمير وكان مع المواطن حميد، وقبل كل شيء تم رسمها من قبل المهندس هاشم من بلدية تكريت، تقول قطعت ركن وحميد بصفي، وبعد اكمال كل اجراءات القانونية وصلت معاملتي للتسجيل العمراني، واجهت احد المسؤولين قال اجلبي لنا خارطة الطريق، وعندما رجعت البلدية التكريت لأعلمهم النقص قالوا القطعة راحت. صدمت لماذا وكل واحد من الموظفين يعطيني عذر، ومنهم من قال لي اخذ حماية احد المسؤولين. استاذ نجم الشخص اللي استلم وياي اخذها، او انا اطلب توجيه سؤالي الى ابو مازن واريد اواجه ابو مازن. انطوني يا هلا نزيها شلونك؟ السلام عليكم. السلام عليكم دكتور نجم، حياك الله، وكل عام وانت بخير والله يحفظك ان شاء الله. الله سخر ملائكه في السماء وسخر جنودا في الارض. الله يبارك بيك خويه. انت قطعتك دكتور نجم، انت محفوظ ان شاء الله من كل اذى. انا من 2004 أقدم لظل محافظ حمد الشبطي، لظل رئيس مجلس محافظ وسام الرمعي، محمد الكريم، كلهم منطوني مضاعات المعاملة وراحت. آخر شيء واجهت الدكتور أنس، قلت له دكتور أنس أنا نازحة وأم أيتام 25 سنة صار لي عربي أيتام بالتدبيرة، أريد أي والله دكتور أي. قلت له أنا أريد وصل من ديرتي، قال لي صار على قرار 25 تقسيط على الراتب. مين؟ قدمت المعاملة الأصولية يوم 10/9، أنا رايحة للوزارة، من ويايا اللي بصف قاعي حميد حازم شهاب الدوري، أنا ويا سوا. قال لي سيارة عندي أقربائي بس تدفعين أنت 50,000 روحة جاية. قلت له ما يخالف، رحت وياه كملنا الإجراءات، جت الموافقة من الوزارة 26/11، جت الموافقة من وزير الإعمار والإسكان. زين راحوا حددوا لي القاع، انطوني رقم بصفي حميد بالعشرين دكتور أي. وياي 9 أسماء يعني ويا حميد 10، احنا كنا 10 كلهم أخذوا القاع. عادة نمشي بالمعاملة، قالوا لي لا مو هسا حددناها احنا أروحي. التسعة استلموا والله فترة خبروني رحت نعم التسعة اللي وياك استلموا دكتور كلهم استلموا اللي بصفوي حميد حازم من هالصفحة. زين انت ليش ايش قالوا لك بلدية تكريت؟ نعم ايش قالوا لك بلدية تكريت دكتور؟ انا مكمل ظلت كلها كملت الاجراءات، رحت على التسجيل العمراني، رحت على التسجيل، رحت اول مرة على مال العقار قالوا هاي القاع ماكو، طلعوا لي خريطة مشقدة ما ادري شلون الارقام ياخذوها بالتليفون يستلموها ويروحون، 3 أرقام 4. قلت لهم ترى عذبتوني وانا مريض كبيرة وصايمة ايام كبيرة، ترى سحبتوني جيت على 6 افراح، قلت له 6 افراح الحقيني هناك مسؤولة بس طلعي لي هذا الرقم. دورت خلت فراشين 2 يوميا يدورون، ما حد ماخذ هاي القطعة نهائي، ما حد ماخذها، سجلتها بالسجل قالت عيني ما حد ماخذها. القطعة هاي موجودة موجودة دكتور ديكيا، ليش ما يطلق يا بابا؟ ليش ما يطوك اياها دكتور؟ الله يخليك هسه دا اعرف بالوجهان. رحت اخر شيء قبل رمضان دكتور انا في الحق لي انا اريد قاعي امال ايتام انا بفلوسي، وكان يقول لي والله لا اخذوها. قلت له حتى انا اعرف ترى بالاسماء البيت لاعبون ياخذون القطاع حرام، كان يقول لي روحي للاملاك. جيت للاملاك مدير الاملاك كتب لي قطعه هاي الصغيره ليمك اي، قال لي يسووا لك خريطه الطريق على التسجيل العمراني. قلت له دكتور ترى من صفحه لصفحه يدزوني تعبوني. شنو خارطه؟ قلت له استاذ هاشم، قلت له استاذ هاشم اي العفو مو انت حددت لي اياها، مو انت طلعتها، مو قلت لكم ما اريد ركون، مو قلت لكم يطمعون بيها، ماذا حميد مو يايا؟ كان يقول لي
والله كل شيء ما بيدي اني، طلعت امشي ابكي وكان يلاقوني ثلاثة اربعة قالوا لي ترى جماعة ابو مازن اخذوها دكتور نجم. انت عندك ما يثبت يا سيدة نزيهة، عندك ما يثبت انه جماعة ابو مازن اخذوها؟ الدكتور انا ما عندي، بس هو انا اريد يقف على هاي السالفة وعلى هاي المسألة. ايش قد رقم القطعة؟ ايش قد رقم؟ يعرفني اختي 25 سنة انا ربي ايتام ومظلومة. ايش قد رقم قطعتك اللي اعطوك اياها؟ ايش قد تذيعيها على الهواء؟ دكتور دزيت لك هسه احكيها على الهواء. دزيت لك اياها دكتور مني احكيها على الهواء. ايش قد رقم القطعة؟ هسه دكتور هيانها رقم مالتي 17 على 8888 مقاطعة 21 الديوم وصفي حميد حازم شهاب الدوري. مدير بلدية تكريت. دقيقة نزيهة أختي العزيزة، مدير بلدية تكريت، مدير الأملاك بتكريت، محافظ صلاح الدين، هاي مرأة هاي تام. إذ قد حكينا على بلدية تكريت ومرة أنت يا سيادة المحافظ زعلت، وإيش قد حكينا على الظلم بالتقاعد مال تكريت وزالته، وإيش قد حكينا على الشهداء بتكريت وزالته. مرة الآن على الهواء قطعة 17 على 8888 يا سيادة المحافظ عندها موافقات بمقاطعة 21. المرأة هسه ما تعرف عندها حق قانوني الدولة الططهية. هاي القطعة يمن الآن الموافقات باسم نزيهة، اكو واحد اخذها يعرف هذا الزعيم لو يعرف هذا الكذا؟ هاي امانة محافظ صلاح الدين مدير بلدية تكريت، انت مطالب بالاجابة. اما ان تكون القطعة ما ماخوذة وما زالت موجودة وممكن تكون عليها قضايا تنظيمية او قضايا اجرائية، او لا القطعة ترجع الى صاحبتها، او لا يجب ان تعوض المرأة بقطعة اخرى. ليش البي حيل تطونه والفقير تركبونه؟ وفق اي منطق هذا؟ وانتم اذا صرتوا مدراء او صارت عندكم سلطة على هذا الفقير وذاك الفقير، ولانه اكو واحد يشتغل ويا هذا الزعيم واكو واحد يشتغل مع رئيس هذا الحزب ومع ذاك الرئيس على حساب المواطن، انا عند المواطن يسوى شاربك ويسوى كرسيك ويسوى منصبك ويسوى زعيمك، لانه هذا اخذ حقه بموجب القانون، والقانون اللي انتم تقولون نحكم به. ليش هاي المرأة قطعتها الان؟ انا ما اعرف شنو وضع القطعة، عندك اجراءات عليها تقولها هاي الاجراءات اللي موجودة، القطعة ما تروح لها توفر لها قطعة ثانية، يصير صوتها ويطلع صوت الحرة العراقية بالتلفزيون، تجاوب ابو بلدية تكريت، تجاوب او تحكي، ولا انا ظل الاحقك. السيد محافظ صلاح الدين ابعث لك تليفون نزيهة وتقابلها في مكتبك، اولا صح تدزلها من مكتبك الى بيتهم، وتدز على بلدية تكريت مثل ما صارت قضية المرأة هاي اللي بالخطوط الجوية، واتضح انه لها المرأة الحق واخذت قطعتها، وتطون هاي المرأة حقوقها. اقول ايش قدك وفساد عدكم بهاي المحافظات، ايش قدك وفساد، لانه الكبار فاسدين او ياخذون نسب او ياخذون رشاوي وبلا شرف، وصارت هاي القواعد فاسدة. مع احتراماتي للطيبين واحتراماتي للشرفاء، لكن تجاوز على حقوق هاي المرأة صاحبة الأيتام يا أبو بلدية تكريت، والله العظيم أصير وياكم مخوش عدمي. إلى الآن أنا ما أتهمك، إلى الآن أكو أقول لك أكو شيء قيد الإجراء، وهاي المواطنة إذا لحق غصبا عليكم تطوم حقها وترحوا لها إلى بيتها. استغفر الله. ما يصير عندكم فساد لهذا المستوى. هسه من الله ما تستحون، من حزبكم ما تستحون، من شرفكم ما تستحون، من انتمائكم ما تستحون، من وظائفكم ما تستحون، من الناس ما تستحون، من الله ما تستحون، من الدنيا ما تستحون، من الآخرة ما تستحون. بس فهموني، هذا الانتقام اللي صار على هذا البلد من خلال هاي الحثالات اللي قعدت وقامت تتحكم بمسار العراق، هذا اللي يقتلني، هذا اللي يدمرني. معقول العراق هيك زبايل تحكم به؟ معقول الشرفاء والايتام وهذه التضحيات
فاسدين ما يسولهم زبانة يتحكمون بشرف الناس. أنا هذا اللي مدمرني، هذا اللي يخليني أنفعل. والدكتور يقول لي لا تصيح.